بس انا هيثم، انا هيثم الله يرحمه، انا وهو ومحمد امام ومصطفى فهمي وكنا اصحاب جدا من واحنا صغيرين يعني من ايام مدرسه. وهيثم كان نفسه من وهو صغير يعمل فيلم عن البوكس، وانا كان نفسي اعمل فيلم عن الكوره، وكان عندنا دايما احلام ما بيننا وما بين بعض اللي احنا نقدر نشتغل مع بعض ونعمل ونعمل. فكل اللي انا عملته اللي انا قلت للاستاذ طارق اللي انا عايز ادي الفيلم ده لهيثم زكي الله يرحمه، ومبسوط جدا ان انا عملت كده، اللي انا اسمي يقدر يتربط باسم هيثم في فيلم هيعيش والحمد لله اللي هو حقق نجاح كبيره. فاللي انا بتمناه يعني الناس لما تتفرج على الفيلم تدعي له بالرحمه والمغفره. انا قابلت استاذ احمد زكي مرتين في حياتي، المرتين ما قابلتوش كاحمد زكي، قابلته كمره قابلته كالسادات، ومره ثانيه كان قابلته كان بيمثل كان بيعمل فيلم اعتقد كان مش فاكر كان فيلم ايه بالظبط، بس انا فاكر انا عمري ما هنسى ساعه لما انا قابلته. لا انا قابلته مرتين، كان هو عامل فيهم كان عامل فيهم كاركتر بتاع السادات، وكان بيكلمني كانه السادات. مره سلمت عليه كان في الجيم في الهيلتون، وكان بيتمشى على التريدميل وكلمني كانه السادات، وانا كنت مخضوض جدا بالقصه دي. ومره تانية في البيت عند هيثم الله يرحمه.